السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي الاعزاء. في الفيديو ديال اليوم غادي نديروا الصفحه 18 من مرجع كتابي في اللغه العربيه الخاص بالمستوى السادس ابتدائي. اذا الدرس اليوم غادي يكون في التعبير الكتابي، اذا العنوان ب او تحت عنوان الرساله الشخصيه. اذا في هذه الحصه غادي نتعرفوا على شنو هي الرساله الشخصيه والعناصر اللي كتكون هذه الرساله. اذا غادي نشوفوا النص، اذا هنا اقرا وافهم. هنا كيبان لي واحد الصوره ديال مهرجان، وهنا ايضا واحد الصوره ديال ظرف، وهذا الظرف مكتوب عليه عنوان وكيبان لنا فيه طابع بريدي. اذا كننزلوا لتحت كتبان لنا بسم الله الرحمن الرحيم، اذا من ثريا الناصري. اذا هذه عباره عن رساله، النص عباره عن رساله. اذا من ثريا الناصري العنوان ديالها، يعني هاد من ثريا الناصري هي اللي كاتبه الرساله، يعني هذه هي المرسل. اذا العنوان ديال المرسل مراكش، كتسكن في مراكش، الحي الحسني، الدار رقم 30. هنا درنا امتى هاد ثريا كتبت التاريخ المدينه والتاريخ اللي كتبت فيه الرساله. مثلا هي ساكنه في مراكش، اذا كتبت مراكش في 10 شهر 6 2019، هذا هو تاريخ الارسال. اذا هذه هنا كنلقاو اسم المرسل، عنوان المرسل، ثم مكان وتاريخ الارسال. وقبل من هذا الشيء كله كانت بسم الله الرحمن الرحيم كتسمى البسمله. من بعد كنزلوا شويه كنلقاو الى بناتي الخاله العزيزه نوال المعتصم، كنلقاو شكون لمن مصيفطه هذه الرساله، صيفطتها لبنت خالتها نوال المعتصم. من بعد حياتها لقات عليها التحيه، قالت لها السلام عليك ورحمه الله وبركاته. السلام عليك ورحمه الله تعالى وبركاته، يعني هنا لقات عليها التحيه. ثم مباشره من تحت منها كتبت وبعد ودارت فاصله، اذا هذا وبعد ما كنقدروش نستغناو عليها في الرسائل. يسعدني ان ادعوك في نهايه هذا الشهر الى قضاء ايام المهرجان الدولي للفنون الشعبيه معي هنا في مراكش، والذي تدور عروضه في قصر البديع الذي يعتبر معلمة أثرية تعود إلى عهد السلطان المنصور الذهبي. إذا هنا كنلاحظوا من بعد وبعد دخلت مباشرة في الموضوع، يعني شنو السبب اللي خلاها تكتب هذه الرسالة، مناسبة الكتابة ديال هذه الرسالة. إذا هنا الموضوع ديال الرسالة أنها بغات تعرض عليها تجي عندها لمراكش باش تدوز معاها واحد الأيام تقضيها بمناسبة المهرجان الدولي للفنون الشعبية. ومن بعد قالت لها هاد المهرجان عرفتها به وقالت لها فين كيتقام، قالت لها غادي تقام العروض ديالو في قصر البديع، وعرفتها على شنو هذا قصر البديع الذي يعتبر معلمة أثرية تعود إلى عهد السلطان المنصور الذهبي. وأنا متيقنة أن هذه العروض ستنال إعجابك لتنوع الفرق المشاركة وسحر المكان وأشكال الديكور. يعني بدات كتهضر لها على المهرجان كيفاش كيكون. من بعد كنلقاوها هنا جات قالت لها كم ستكون فرحتي كبيرة وأنت إلى جانبي نستمتع سويا بهذا الحدث الجميل، أنا في الانتظار. قالت لها غادي نكون فرحانة، يعني هنا عبرت لها على المشاعر ديالها تجاهها. قالت لها غادي نفرح بزاف إلى جيتي واستمتعنا سويا بهذا الحدث الجميل اللي هو الحدث ديال العروض ديال المهرجان الدولي للفنون الشعبية. قالت لها أنا في الانتظار مع متمنياتي لك وللأسرة بأسعد اللحظات والسلام. إذا هنا في الأخير كنلقاوها ختمت الرسالة ديالها بواحد قبل ما تودعها، قالت لها المتمنيات ديالها، يعني تمنات لها شي حوايج، قالت لها كنتمنى لك أنت والأسرة قضاء أسعد اللحظات والسلام. ثم تلتها بعبارة السلام، يعني سلمات، ومن بعد جات هنا ووقعت بالاسم ديالها. إذا هذه هي الرسالة. غندوزو باش نشوفوا الأسئلة. أقرأ الرسالة وأتعرف عناصرها. قرينا الرسالة وتعرفنا على العناصر ديالها. إذا العناصر هنا كتبتهم لكم هنا، إذا كاين البسملة، المرسل، هنا المرسل يعني المرسل هو هذاك اللي كيرسل، إذا المرسل وعنوانه هو تاريخ الإرسال. المرسل عنوانه أو اسم المرسل عنوانه ومكان الإرسال وتاريخ الإرسال وعنوانه وتاريخ الإرسال. إذا عنوانه هو تاريخ الإرسال، إيه المرسل إليه، يعني لمن إلى ابنة الخالة. إذا المرسل إليه، بعد ذلك تلتها عبارة السلام والتحية، يعني ألقت عليها السلام والتحية، كنلقاو السلام والتحية. كلمة وبعد متبوعة بفاصلة، ديما كنلقاو بعد وتابعها فاصلة. الموضوع دخلت في صلب الموضوع.
ثم عبارة الود والمشاعر نحو المرسل إليه، يعني دوك العبارات ديال كم سأكون سعيدة بلقائك، ولا سأظل في انتظار لقائك، هذو كلهم كيعبروا على المشاعر نحو المرسل إليه، التمنيات والتوديع، السلام ثم التوقيع. إذا هذو هما العناصر اللي كنلقاو في الرسالة. إذا ما كنلقاوش شي رسالة شخصية كتخلو من عنصر من هاته العناصر. والرسالة الشخصية هي اللي كنصيفطوها من شخص لشخص، بمعنى من شي واحد كنعرفوه معرفة، ماشي ما نقدرش أنا نكتب رسالة للمدير وندير ليه بحال هكا. إذا ملي كنكون كنهضر مع شي واحد كبير عليا ولا شي إدارة ولا هذا، ما كنرسلش هاد النوع ديال الرسائل. هذه الرسائل الشخصية اللي كتكون ما بين الأصدقاء والأهل والأحباب والمعارف. أما الرسائل وحدين آخرين كيكونوا إدارية كتكون هذيك بوحدة، هذه كتسمى رسالة شخصية، يعني كتكون واحد الرسالة بين واحد الإنسان معروف، يعني معرفة أو ماشي معرفة، المهم يكون ماشي شي حد اللي كبير، مثلا إدارات ولا شي مؤسسات اللي كتكون شوية كبيرة خصني نكتب لها رسالة بواحد الأسلوب آخر، ماشي بحال هذا. إذا ما نوع هذه الرسالة؟ كيف قلنا أن هذه رسالة شخصية. إذا هذه الرسالة هي رسالة شخصية، يعني من شخص إلى صديقه أو قريبه أو أحد معارفه، ماشي بالضبط يكون صديقه، يقدر يكون أحد معارف أو أحد الأقرباء. ما موضوعها؟ إذا شنو الموضوع ديال هذه الرسالة؟ قلنا أن الموضوع ديال الرسالة هو أن هاد ثريا بغات تعرض على بنت خالتها تجي عندها لمراكش. إذا هذه الرسالة هي عبارة عن رسالة شخصية من شخص إلى صديقه، موضوعها دعوة لزيارة ومناسبتها. علاش بتزورها؟ علاش قالت لها جي زوريني؟ بمناسبة قضاء بعض الأيام بمراكش، بمناسبة المهرجان الدولي. إذا مناسبتها قضاء بعض الأيام بمراكش بمناسبة المهرجان الدولي للفنون الشعبية. إذا هذه هي المناسبة ديال الدعوة. بماذا افتتحت الرسالة؟ إذا أول حاجة لقينا هي أن افتتحت الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كتسمى البسملة، وافتتحت الرسالة بعبارة البسملة. ماذا كتب في يسار البسملة؟ إذا في اليسار ديال البسملة أشكال القوم مكتوب كتب على يسارها، هذه البسملة إذا على يسارها كتب مدينة المرسل، إذا المدينة ديال المرسل وتاريخ الإرسال. إذا كتب على يسارها مدينة المرسل وتاريخ الإرسال. السؤال الرابع، أين كتب عنوان المرسل إليها؟ إذا المرسل إليها فين تكتب العنوان ديالها؟ كيف ما كتلاحظوا المرسل إليها هي نوى المعتصم، العنوان ديالها فين تكتب؟ هنا على الظرف. إذا هاي نوى المعتصم رقم 10 الحي الجديد الصويرة 44000. إذا في كتباته ما كتباتوش داخل الرسالة، شكون هي اللي كتبات العنوان ديالها داخل الرسالة؟ ثريا الناصري، يعني المرسلة. ثم المرسل إليها هي نوى المعتصم، يعني العنوان ديالها في تكتب كتب على الظرف. إذا هي كتب عنوانها على الظرف بجانب الطابع البريدي، حيت الظرف راه عنده جوج الأوجه، هذا وكاين الوجه اللي كيتحل منه. إذا هذا اللي كيكون مسدود هو اللي كنديروا فيه الطابع البريدي وكنكتبوا العنوان ديال المرسل إليه، أما في الجهة الأخرى كنكتبوا العنوان ديال المرسل، يعني العنوان ديالنا حنا اللي بغينا نصيفطوا الرسالة. خامسا، أذكر عبارة الافتتاح التي جاءت بعد السلام. إذا كاين عندنا السلام عليك ورحمة الله، عليك ورحمة الله وبركاته، ومباشرة جاء بعد منها جات وبعد. إذا هاي كلمة وبعد، إذا عبارة وبعد. عبارة الافتتاح التي جاءت بعد السلام هي عبارة وبعد. ماذا تضمنت الرسالة زيادة على موضوع الدعوة؟ إذا هاي عرضت عليها ولكن بالإضافة إلى موضوع الدعوة شنو تضمنت؟ تضمنت الرسالة تعريفا بالمهرجان وكذا المكان الذي سينظم فيه، يعني عرفت حاول تقربها من هذا المهرجان والأجواء دياله كيفاش كيدوز، والمكان الذي سينظم فيه اللي هو قصر البديع، وعطتها تعريف على قصر البديع ولوعانه بدا مبسطة على هذه المعلمة. سابعا، أذكر العبارات التي تصف مشاعر المرسلة نحو ابنتي خالتها. إذا المرسلة المشاعر ديالها فين عبرت عليهم؟ هنا ملي قالت لها كم ستكون فرحتي، يعني غتكون فرحانة إلى جات عندها وقضات معها هذا الحدث الجميل، وقالت لها غادي نستمتعوا كثيرا. إذا العبارات اللي كتعبر على المشاعر ديال المرسلة قالت كم ستكون فرحتي كبيرة نستمتع سويا، يعني عبرت على الاستمتاع ديالها. أيضا أنا في الانتظار، يعني راه متشوقة تلقاها.
ثم ثامنا بماذا اختتمت الرسالة؟ إذا كيف ما كتلاحظوا هنا في الأخير، مع متمنياتي لك وللأسرة بأسعد اللحظات والسلام صديقتك المخلصة، يعني التوقيع. إذا اختتمت بالتمنيات إضافة إلى السلام والتوقيع. إذا هذو هما العناصر اللي كنلقاو في الرسالة الشخصية اللي عطاهم لينا هنا في استنتج المهارة. إذا هذه مهارة كتابة الرسالة، يعني خصنا نحترموا هاد العناصر، يعني ما ننسوش بحال دابا الا نسينا البسمله راه كتعتبر خطا، لان يعني نسينا اسم المرسل وعنوان واسم المرسل اليه حتى هي السلام والتحيه، يعني الا نقص شي عنصر راه كتسمى خطا. وهنا راه كاين واحد الاختلاف من حيث المراجع، بحال دابا مثلا كتابي في اللغه العربيه راه عنده هاد المنهجيه، مثلا اللي عندهم مرجع اخر على حساب المنهجيه اللي تعطاتهم، حيت كاين اللي ما كيكتبوش اسم المرسل وعنوان هو المرسل اليه، كيديروا فقط غير البسمله وكيدخلوا مباشره في القاء التحيه، يعني كل واحد غيكتب الرساله على حسب المرجع والمنهجيه اللي تتابع مع الاستاذ في القسم. اذا دابا غادي ندوزوا للحصه الثانيه، حيت غنديروا الحصه الاولى والحصه الثانيه. اذا الحصه الثانيه ديال الانجاز، اذا اختار موضوعا من مواضيع الرساله الشخصيه، حيت الرساله الشخصيه عندها بزاف المواضيع. الرساله الشخصيه كنكتبوها الا بغينا نهنئوا شي واحد مثلا بزواج ولا عقيقه ولا بختان، او مثلا اللي بغينا نعرضوا على شي حد دعوه، مثلا بغينا غير فقط الاطمئنان على شي حد، بغينا ننقلوا شي خبر، يعني كاين المواضيع متعدده على الرسائل اللي كتكون بالاشخاص. اذا حنا غنختاروا شي موضوع كيف ما كان، نحاولوا نكتبوا فيه الرساله ديالنا، كنتدربوا على العناصر الاساس، مثلا عباره الافتتاح والتحيه ومعلومات حول الموضوع، عباره الود والمشاعر، التعابير الختاميه اللي عرفنا، ونستعنوا بهذه الشبكه اللي عطينا هنا اللي كاين هنا، واكتب المحاوله الاوليه، يعني نحاول نكتب الرساله ديالي، اعرض محاولتي واسجل ملاحظات واراجعها، يعني الى قريت على الاستاذ مثلا الرساله ديالي ونبهني لشي اخطاء خصني نرد البال لهذوك الاخطاء ونسجل هذوك الملاحظات ونعاود ثاني الكتابه من جديد، لان هذه الرساله راه 100% كتكون محطوطه عندكم في الموحد. المهم ماشي 100% ولكن راه غالبا غتوقفوا عليها، لو ما وقفتوش عليها هذا العام راه غادي توقفوا عليها في التاسعه في الرسائل باللغه الفرنسيه. اذا المهم الانسان يتعلم المهاره باللغه العربيه محدو في الابتدائي، ولا وصل الاعدادي راه ثاني حاجه اخرى. إذا أقدم محاولتي للأستاذة للاطلاع عليها، يعني هذه المحاولة نوريها للأستاذة. إذا هنا هذه فقط غير تعليمات أشنو خصني ندير. هنا أنا درت لكم واحد نموذج فقط للاستئناس، نموذج ديال كتابة رسالة. كنبداو كنحترموا العناصر، عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، نبداو بالبسملة كيف ما جا، كنكتبوا الاسم ديال المرسل والعنوان ديالو. هنا درت غير فاطمة الزهراء، يعني على حساب العنوان ديال كل واحد، ما بغيتش نتفادى، بغيت نتفادى نكتب شي عنوان شي كنيه، لان ما تعرف كاين شي واحد اللي غتكون كنيته. المهم فاطمه الزهراء بزاف اللي فيهم، وحتى الكنايه راه ما المهم انا تفاديت وصافي. نتوما غتكتبوا الكنيه ديالكم والعنوان ديالكم، الحي اللي كتسكنوا فيه ولا المدينه، ولا يقدر ماشي ضروري تكتبوا عنوانكم، شي حاجه افتراضيا، ماشي ضروري تكون معلومات صحيحه ديالكم. هنا كنكتبوا لمن بغينا نرسلوها، يعني المرسل اليها او المرسل اليه، مثلا الا كانت شي بنيه ولا صديقتي، بنته خالتي، زميلتي، اي واحد جارتنا مثلا، اي حاجه بغيت نكتب هنا، ونكتب سميه المرسل اليها او المرسل اليه. هنا كنكتبوا التاريخ مقاد مع هذه، والمكان ديال الارسال، يعني البلاصه اللي غادي نصيفط منها الرساله، والتاريخ ديال الارسال. وغادي نبدا بإلقاء التحية، عندنا السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، أو تحية طيبة وأشواق حارة وبعد، مهم على حساب وبعد. إنه لمن دواعي سروري، هنا غندخل مباشرة للموضوع، إنه لمن دواعي سروري أن أدعوك لقضاء العطلة الصيفية معي بالصويرة. مثلا هاد فاطمة الزهراء ساكنة بمدينة الصويرة، كتعيط لصاحبتها أو بنت خالتها أو أحد معارفها، كتقول لها جي باش دوزي معايا العطله الصيفيه بالصويره، وغتعرفها نبذه بسيطه، ماشي غنكتبوا موضوع على مدينه الصويره، واحد شويه. حيث الهواء البارد والمناظر الخلابه والمآثر التاريخيه، بالاضافه الى الصناعات التقليديه المتنوعه، يعني كنحاول نغريها بالزياره، كنحاول نحدث على مدينه الصويره باش تحاول تاهي تجي. كم انا مشتاقه للقاء بك، سأظل في انتظار قدومك بفارغ الصبر، مع متمنياتي لك بدوام الصحة والعافية والسلام نقطة صديقتك الوفية. وكنكتب السمية ديال المرسلة والتوقيع ديالها. إذا كان فقط هذا نموذج، دربوا عليه مزيان، رسالة سهلة ما نضيعوش فيها النقط،
يعني خصنا غير نضبطوا العناصر ديولها. كانت هذه هي الرسالة ديالنا ديال اليوم. موعدنا يتجدد في حصة مقبلة بحول الله.